Hi, Wars. Is a few hours staying? We waiting for our legend. David. Hello, طالعين شلونكم؟ Today ميلاد ديفيد. ديفيد اليوم راح يصير عمره سنة ديفيد. أورا. Best day in our life. حاليا بوقت الحج الصحي. راح نشوفكم شنو راح يصير ويانا حاليا. هسه راح اخليكم ويا مقطع صغير من اول ما اجى ديفيد للدنيا الى اليوم هذا. Hi Wars. Is a few hours staying. We waiting for our legend. David, here is your dad and your mom. We are waiting for you. So please come with healthy and with everything's good. We love you. You'll grow up and you'll see this video. Anna, say hi to your David. David. بابا نانا ميادة بابا جدو حسن. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear David. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Россия и Али. 13 апреля 2019 года в роддоме номер 7 города Одессы у вас родился сын, которого вы нарекли прекрасным именем Дэвид. Мы от всей души поздравляем вас с этим замечательным событием. Али, поцелуйте, обнимите любви, бабушка и дедушка. Уважаемые Виктория Витальевна, Сергей Леонидович, подходите. Поздравляйте счастливых родителей. Знакомьтесь со своим внуком. И не сомневайтесь, как только малыша привезут домой и освободят от вороха пеленок, первые черты сходства вы найдете, конечно же, с вами, как самыми близкими и родными людьми. А также вас пришла поздравить тетя Александра. Подходите, поздравляйте счастливых родителей, знакомьтесь с новорожденным и становитесь в одну большую и дружную семью. Анастасия и Али, 13 апреля у вас родился сын, и у вас родились новые родственные отношения. Вы стали мамой и папой, вы стали родителями. Впереди вас ждут и бессонные ночи, и солнечные дни. تعرفون حاليا احنا بزمن الكورونا فيروس والكارنتين حج الصحي، لكن عيد ميلاد ابننا ديفيد راح يصادف يوم 13 شهر الرابع، يعني باقي له تقريبا اسبوع. فحاليا احنا عندنا تحضيرات نحضر عيد ميلاده، بنسوي له احلى عيد ميلاد ممكن انتم تشوفوه، لذلك ابقوا ويانا وشوفوا شنو راح نسوي. مثل ما تشوفون اخذنا النفاخات لون رصاصي وذهبي، اوكي راح نسوي ستايل كلش حلو بالشقه، واحنا عندنا اصلا الحائط راح يكون لونه احمر وبي ازرق غامق، راح اشوفهم في الشغلات كلش حلوه. شوفوا بعدين ايش راح ناخذ احنا بعد. طبعا حاليا احنا ما نعرف شنو نشتري ديفيد هديه، ممكن ناخذ له بيانو. حاليا احنا ما نعرف شنو نشتري ديفيد هديه، لانه كل طفل لازم يكون عنده موهبه، فاحنا ما نريد نشتري هيجي اي شغله او اي ملعوبه، يعني مو نريد نسوي ديفيد مثلا موهبه، فاحنا ممكن نريد يصير مثلا عازف بيانو، او ممكن نريد يصير مثلا ممثل ويلعب مثلا تايكواندو او كيك بوكس، فما اعرف انا شنو اريد اسويه ديفيد، لذلك حاليا بنفكر بشيء نشتري له حتى نزرع له هذه الموهبه، اوكي؟ فخلينا نشوف شنو احنا راح نلقى. انا كنت مفكر اشتري له تشلب، لكن بما انه عندي شغل والتزامات هوايه، فالتشلب مسؤوليه، ولا هو تشلب هو احلى صديق للطفل، لكن مسؤوليه كلش فوق ما تتخيلون. فصعب انه اهتم بالطفل واهتم بالكلب وعندي شغل مالتي، فما اعرف حاليا شو اللي مفكر ايش راح نشتري. اقدم لكم البرنسيسة انستاسيا. واو اجيب لك هذه حبيبتي الكارنتين تايم.
اصدقائي طبعا حاليا ما بدنا نوصل احنا القرار شو نجيب هديه لديفيد بعيد ميلاده، فقررنا قرار اللي هو راح نكتب 10 شغلات ببالنا نخليها بالورق وبعدين نسدهن الاوراق وديفيد يختار له ورقه وش يطلع هي راح تكون هديه مالته. طبعا اني قررت انه لو نجيب السياره الالكترونيه لو شنو نجيب له تراك كارز واتس ذس هاي السيارة الإلكترونية اللي كتر الكار. الشغلة الثانية جراج مع السيارات جراج والسيارات تمشي عليه. الشغلة الثالثة شنو أنا ذا تكتب الشغلة الثالثة ميز وبي كرسي ميز وكرسي وبي شغلات مثل الرامو اللي يقدر يرسم عليها ويسوي بيها. خليها بابا هنا هنا بابا خليها عافية بابا هوبا هي. الشغلة الرابعة مكعبات كبيرة حتى يصير بناء مهندس. هاك بابا what else خليها هنا dog no finished هاك بابا right dog. الشغلة الخامسة تشلب بالرغم أنا ما قابل لكن أنا كل شيء حبيت تشلب even he will take it no now there is a promise no, now there is no somewhere. Promise I hate dogs and he will go somewhere and I need to sit with this shit and I hate dog. Fucking he will cry dogs. Because he will not bite this. No. We don't know what did no. he bite no one know no. No. Listen we write something no there is something no how we will divorce no. Really so I swear no. We will divorce and you will sleep in the street. قبل كل شيء قبل ما نبدأ اللعبة راح يكون بيني وبينها اتفاق هاي قدامكم انتوا شاهدين لان هي اصلا مقابله بتشيل لكن انا موافق اوكي راح يكون بيننا اتفاق ايش يطلع ديفيد شنو يختاره هو راح ياخذه what David he choose will close no. Like this is the closing to be for everything to be the same one like this and one like this and finish you put after that and push it look all Yeah. بابا أخذ واحدة. أخذ واحدة بابا. واحدة. بدي أدين كيسة. ديفيد راح يأخذ واحدة. ديفيد. ما هي أدين شتوتشكو. واحدة. كم بريات؟ واحدة. أدين وجهي. بدي أدين. تاتا. ديفيد أخذها. Show to people. What is it? Piano. نحضر الأغراض الميلاد يلا تعالوا دن 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 هادي نجيب الكلاصات هنا his first candle مثل ما تشوفون هادي رقم مثل ما تشوفون الكيكة كلش صغيرونة لأنه بس أنا وديفيد رح نأكل ومثل ما تعرفون انه حاليا حج الصحي فما يصير نعزم اي احد محجورين بالبيت اوكي طبعا هذا الفيديو سجل بتاريخ 13/4 طبعا دايما حاليا ما يعرف ايش يصير ما يصير ما يعرف شنو هاي ليش احنا لابسين هذا ديفيد هذا بابا هذا بابا انا همين اريد البس اشفقه مالتي مال ميلاد ديفيد هادي واحد اثنين ثلاثة تو يو ديفيد انا وين مال ديفيد ديفيد
birthday to you. Happy birthday to you, David. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة. سنة حلوة. سنة حلوة يا جميل. Come here. Come here. Take your حياتي. يلا هسه ديفيد لازم ينفخ الشمعة. أنا طبعاً أتمنى ديفيد إنه يصير شخصية كلش معروفة بهذه الحياة، أوكي؟ وأتمنى إنه يصير ممثل، أوكي؟ مثل بابا، وأتمنى إنه يصير مشهور. لكن أتمنى من عندكم توصلون هذا الفيديو ألف لايك، أوكي؟ وتنشروه بكل مكان حتى تحققون حلم ديفيد. يلا ديفيد انفخ شمعة هذه. ديفيد. ديفيد. هذه هذه. ديفيد يلا ديفيد ورا هابي بيرثدي ديفيد. وين الهديه مال ديفيد؟ ديفيد جيت ديفيد هسه نطلع ملاعب ديفيد هسه جو ماما say what you buy for David. I bought for him some piano. انا اشتريت ديفيد بيانو لانه حلمها تحب ديفيد انه يتعلم يعزف بيانو، لانه احنا شفنا من ديفيد في الحياه شفناه انه يحب يسمع موسيقى واغاني، فقررنا نجيب له بيانو. ديفيد هذه ديفيد يفتح الهديه مالته. ورا ديفيد اي واحد جي Давай, стой, мы ножки сделаем, давай. Happy birthday, David! Сейчас, давай мы с тобой соберем его. Happy birthday, David! Вот так. Дэвид, Анна. فمثل ما شفتوا ماما جابت له البيانو، اجى وقت هدية بابا. انا طبعا جبت ديفيد بما انه هو يحب الجمناستيك ويحب يسلق، جبت له عدة كاملة حتى يلعب بالبيت يتمرن جمناستيك، لانه منيت يصير ممثل ويصير لاعب جمناستيك قوي. فهذه الهدية اللي جبتها ديفيد. ديفيد هاتي. سمعتي وتبين شو هذه؟ ديفيد هاتي. مثل ما تشوفون هذه حلقة يتعب بها جمناستيك، بعدها كورينج آخر. هذا طبعا الستاند راح أخليه له بالحائط هنا وخلي بي الأغراض مال الجمناستيك، وديفيد يقوم يتمرن بالبيت. Another one. Oh, my lovely time. My favorite time when we go to eat. أحلى شيء أنا أحب الأكل كل شوية. ديفيد هذا عم عم. أول قطعة ديفيد يأكلها، أوكي، اللي هي بابا راح يأخذ الكيكة بإيده. ديفيد. ناتي بس تكانت. هذه الكيكة الأولى اللي ديفيد لازم ياكلها. هاك على ديفيد عم عم أول واحد راح ياكل الكيكة. طبعا هاي أول مرة ياكل بيها حلا. هوبا هوبا ديفيد. Happy birthday to you, David. One, two.
شوفوا خليني اشوفكم شغله. انا من ابوس انا اوكي ديفيد يوخرني باعوا باعوا يقال ما يخليني باعوا ياخذني يجي هو يبوس ديفيد يلا قول لا تنسون اللايك ومتابعة القناة عافية وتفعيل زر الجرس حتى يوصل لكم كل جديد. ديفيد باي 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 ديفيد باي 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 إنه باي باي.